رغم أن العديد منها مصابة بالتقادم ولا زالت تعيش الفقر في التصنيفات المعتمدة التي يجب أن تتحلى بها وتكون بمستوى طموح الطالب، حيث تحسين واقعها كان مطلبا من مطالب المعتصمين. امتحانات النصف الأول من هذا العام يؤكد المعنيون في تربية الديوانية بأنهم وضعوا خطة لتأديتها من خلال تحديد المادة، ومدارس المحافظة التزمت بالدوام منذ أسابيع وبنسبة عالية جدا. توجه الآلاف من تلاميذنا وطلبتنا لهذا اليوم لأداء امتحانات نصف السنة. حقيقة كان هنالك خطة عدت بين المديرين العام للتربية وقيادة شرطة الديوانية وكل مفاصلها بتأمين المدارس والطرق المؤدية إلى هذه المدارس، وحقيقة الدوام استقر في مديريتنا قبل هذا اليوم بأسابيع، وتم تهيئة المادة التي يمتحن فيها التلاميذ والطلبة، وحدث الدوام في كافة مدارسنا. تربويون تحدثوا عن تعويض المواد الدراسية لطلبتهم من خلال الدروس الإضافية والدوام يومي الجمعة والسبت، والاستقرار الفكري والنفسي لدى الطالب، وكيفية امتحانه بأسئلة معينة تلائم الظروف التي عاشها الطالب خلال الفترة الماضية. سعت إدارة المدرسة وملاكها إلى تعويض الدروس التي فاتت من جراء التعطيل الذي حصل في المدارس المحافظة، من خلال أخذ الدروس الإضافية وتكثيف ساعات الدراسة، يعني استغلينا حتى الجمعة والسبت في سبيل أن نعوض عن ما فاتنا وفي سبيل أن نصل بأبنائنا التلاميذ إلى بر الأمان. كما أن إدارات بعض المدارس أكدوا أن تعاون الأهالي أثمر عن الوصول إلى هذه المرحلة التي يحاولون من خلالها السير بالعملية التربوية تحت كل الظروف. حقيقة كان للأهالي دور قبل 4 أو 5 أيام، كان هناك اجتماع لأولياء الأمور في المنطقة كلها، كان تعاونهم ملموس جدا وتعاونهم أوصلنا إلى هذه المرحلة اللي احنا كنا نود أن نصل إليها، وهي تعاونهم بجلب أبنائهم للمواصلة. رغم أن كل ما موجود متواضع وبسيط، لكن الطواقم التربوية والطلبة يحاولون إنجاح الدراسة والوصول إلى المبتغى. رسالة تسترعي انتباه الحكومة للاهتمام بالأبنية واللوازم المدرسية وغيرها من تراكمات السنوات السابقة لأجل إنجاح التعليم في العراق. من داخل إحدى المدارس في الديوانية، محمد حسن، قناة التغيير.